خميس بالحاج جلول حارس مرمى سابقا، دخلت النادي الافريقي في الاج دو 11 ans، انت سافي في 86، دخلت من ابتداء من ليكول حتى للسنيور، حتى ما تعديت بجميع الكاتيجوري كل جينيراسيون تاع لي مادي وليد بوزيار وليد بن عمر، جينيراسيون ذيك. وأول عام ليا في السنيور وقتها توجت بكأس تونس مع رياض السانع، لعبت عام آخر في السنيور النادي الإفريقي، ومن بعد خرجت سو فورم دو بري عامين، مشيت المدنين لعبت عام في مدنين عام في جندوبة، بعد رجعت مع النادي الإفريقي وقت سيزون زخروف ممرن، عديت عام آخر ومن بعد خرجت ديفينيتيف. كل عام نمشي الجمعية. والله أول حاجة هي الفكرة ذي، ما أنت أنا مغروم بها من قبل، حتى كنت نلعب كنت الهاب اللي جارديان اللي معايا، اللي جارديان صغار قلت مغروم بها، وهي أكثر حاجة تأشر ذي وغرام بتنجم تنجح كان لما تكون مغروم. بديت عام 2014 تصل بيا سي سلاح الحبيب، وقتها كان ديريكتور تكنيك، وعرض علي الفكرة، وأنا ما كنتش ما وخرتش ديريكت لبيت طلب، وهي أبريتو جمعيتي ونحب نخدم جمعيتي ونحب ما نفيد بالخبرة البسيطة اللي عندي لجارديان صغار وتأثيرهم وتكوينهم، وبديت من 2014 لتوا نجي. والله ثم عندنا بوتنسيال باهية كما سيف ربي، سيف الزاير توا ربي وفقه في ليشيونس كوب دو موند توا مع الأواسط، ثم خليل سمراني زاد عزيز بونا عامر قرصان متيع الإمام زاد عمناه ولذا جبناه من راس الجبل، محارس ممتاز عنده مؤهلات طيبة، وإن شاء الله في ما أنت اللي سميتهم لك إن شاء الله يطلع من إماما جارديان كلي يذكرنا بالحراس اللي كانوا عنا كما مكرم كما شهد القيد كما إبراهيم حمزة اللي يرحمه، وإن شاء الله ترجع المدرسة متاع النادي الإفريقي اللي ديما تنجف الحراس إن شاء الله من الجروب هذا. وزاد ما نذكرش تو ثم أسامي أخرين ما استحضرتهمش، ان شاء الله ياخذوا المشعل على مكرم المساوي، وان شاء الله قدام نشوفوا ان جرون جارديان في الكلوب. انا توا نحكي لك في الولاد، مازلت عاد باش نحكي لك على البنات، وزاد ثم عندنا في الصغار ثم من المنيه مشاهد زاد هذايا بوتنسيال باهيه، ثم ايه خضراوي ايمان رقيقي من وفي زاد هذوما اللي نستحضرهم، وان شاء الله ياخذوا المشعل زاد على فادي العمراني وشرف عبد الله، يعطيهم الصحه اللي يقدموا معناتها اللي عليهم واكثر، وهداوا للنادي الافريقي تيترويت ان شاء الله في المستقبل القريب، ان شاء الله باش نلقاو دي جارديان ياخذوا المشعل عليهم، وربي ان شاء الله يوفقنا. والله التاجة ذي الساعة رأي تختلف على ممرن الأول، تختلف مع أنت يزم أنترنر دي جارديان يزم يكون قريب برشا للجارديان تمتاعه، يكون أخوهم يكون بوهم يكون مع أنت ثم رولاسيون مع تقريبا برشا، وقت يزمك تكون صعيب يزم تكون صعيب، يزم وقت يزم تكون متساهل يزم تكون متساهل، هذا علاقة عنتر دي جارديان ولي جارديان ولي جارديان، راهو أول حاجة علاقة أخوة وعلاقة أصحاب قبل ما يكون ممرن وجور،
اما نحب خاطر السنس بالنجاح وفي النادي الافريقي ما توصل تتمرن وهذا لازمك تنجح. ممكن من غير ما نشعر نبدا صعيب، اما هما يعرفوني من ايش صعيب. هو اخي بحاجه تظلم جوار وجارديان، خاطر ان شاء الله ربي ان شاء الله نكون في المسيره هذه ما ظلمت حد، وحتى كان ظلمت راه ما غير ما نقصد وما غير ما نشعر هي اختيارات. حتى نشوف نهار المباراه هذه ولا المقابله هذه تستحق جارديان هذا او جارديان هذه تلعب. ان شاء الله ما غلطش وما نذكرش انا ظلمت جارديان او جارديان. سبحان الله احد يغلط ينجم يكون يغلط، اما مهم عن غير قصد. محمسة هو فتاش هذا جارديان، وما الراني بالكور التنس والكور بيك بونك حتى سي تري امبورطون معناتها تبدل الفوليوم دو بال الكبير من الصغيره الاكبر منها حتى نوصلوا للكورت الهوند. هكا هو وقت مع فادي العمراني وشرف عبد الله جبت لهم كور بيك بونك، وفادي العمراني وقت اخذت تصويره معناتها كلمه شكون صورتنا وانا راني فيها كور بيك بونك. بعد هبطت على فيسبوك وقالت لي سيونس جي باش نولي انترناو بستيلو واحده محمسه بدا يشوت علينا بالمحمسه. والله هو راهو كما نقولوا معناتها كي توصل للقمه صعيب معناتها باش تستحفظ على اللي وصلت له. ان شاء الله عم جاي ان شاء الله نكونوا خير من سنة ان شاء الله في الاخص في الكبريات ان شاء الله عم جاي دوبلي بورتون خروج مع تراقي رزقي وميمة دردور. بالمناسبه هذه ربي ان شاء الله ربي يوفقهم في التجربه الجديده ذي، و ان شاء الله عم جاي نحاولوا معناتها باش نكونوا خير من سنة وباش نلعبوا معناتها على الدوبلي ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقنا وكارو.